بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في دروس الداتابيز، كان في حاجة عندي برضو في التطبيق بالنسبة لليو اي. انت عندك هنا التطبيق بتاعك على الايميليتور او هيكون على الموبايل عموما بالشكل ده، الايكون واخدة الايكون بتاعت الفلاتر، فانت عايز تشوف ازاي تغير الايكون دي. طبعا المسارات بتاعت الايكونز ديت تقدر تغيرها مانيوال وهتكون بشكل متعب، هتضطر تغيرها في الاندرويد والاي او اس. بالنسبة لمسار الايكون على الاندرويد، تدخل على فولدر الاندرويد، بعد كده الاب، بعد كده الاس ار سي مين. هنا بتلاقي في فولدر اسمه ريس او اختصار ريسورس، هنا بيكون كل الايكونز موجودة في المسار ده. لاحظ هنا الفولدر ده والفولدر ده والفولدر ده، طبعا هتقعد تغير في كل الايكونز اللي موجودة هنا، وده هيكون برضو بشكل متعب ليك. فبرضو نعرف مسار الايكون على الاي او اس، تخش على اي او اس فولدر، بعد كده رانر، وبتلاقي اسيتس فولدر، تدخل عليه بتلاقي هنا عندي اب ايكون فولدر، بتلاقي كل الايكونز دي بجميع المقاسات اللي عندك. طبعا انت محتاج يعني تلاقي طريقة اشيك من كده واسرع، ودي بتكون عن طريق باكج اسمها فلاتر لانشر ايكونز. ممكن تيجي هنا تقول فلاتر، هي حتى موجوده اهي فلاتر لانشر ايكونز، تعمل سيرش عليها بتلاقيها موجوده هنا على البابت دوت ديف ويب سايت، احنا عارفينه. اوكي، في طريقه الاستخدام، ادي اول حاجه هتضمن الباكج عندك في المشروع، هتيجي هنا على الباب سبيك دوت يامل، بعد كده بتيجي هنا تحت على الفلاتر لانشر ايكونز، فكده تضغط على packages get، هيتم تحميل الحزمة. اوكي، في نقرا read me file ونشوف هنا الطريقة الخاصة بالتشنج للايكون. هنا بتحط section جديد بسميه flutter icons، وبتحط المسار بتاعك هنا، لاحظ image path، وهنا بتقول له iOS true، وهنا الاندرويد بتحط له launcher icon. فاحنا لو خدنا الكلام ده كله بشكل مختصر وبنروح على الباب سبيك دوت يعمل، برضو السكشن مش شرط نحطه في مكان، هنا ممكن نحطه تحت ديف ديبندنسز، وهتيجي هنا على طول في اول الفايل ناخد بس كوبي، بعد كده نيجي هنا نعمل بيست. طبعا انا عندي صورة من الدروس اللي فاتت اللي هي الفلاتر دوت جي بي جي، وفي اللي هي الاندكس دوت بي ان جي. طبعا انت يعني الافضل ليك بتحطها بي ان جي عشان الصورة تطلع بشكل مظبوط، لكن انا عندي اللي هي فلاتر دوت جي بي جي. هغير برضو، ممكن ببساطة يعني اقول هنا image slash flutter dot jpg. طيب بعد كده الطريقة بتيجي هنا، لاحظ فهنا بنيجي ناخد الامر على طول طبعا مباشرة، ونيجي على الترمينال، هنا في الترمينال نعمل clear، نيجي هنا نعمل flutter pop run flutter launcher icons main، هنضغط enter، هيتم تغيير الايكون بتاعتنا بكل بساطة من غير ما ندخل على كل المجلدات دي ونغيرها مانوال. صراحة هتكون صعبة شوية، او يعني هتكون مؤلمة في انك كل شوية تعدل. طبعا انت ممكن تيجي هنا، لاحظ هو خلاص عمل الديفولت ايكون بتاعت الاندرويد، وهنا حط الايكون، وفي الاي او اس برضه عمل اوفررايد. طيب تعال نشوف الايميليتور، بص هنا مع بعض، لاحظ لسه مازال الايكون موجوده، ده هنخليه ان احنا نمسح التطبيق او نعمل له ريبيلد من تاني، نمسح التطبيق. اوكي، ونقوم بعمليه البناء مره اخرى، نعمل ران ونشوف الايكون هيتم ظهورها في الايميليتور ولا لا. ننتظر لحين بناء التطبيق. خلاص تم البناء للتطبيق، نروح نبص على التطبيق في الايميليتور، نبص هنا هنلاقي الايكون اتغيرت اهي. اوكي، حتى لو جينا فتحنا التطبيق في وضع المشاهدة لكل التطبيقات المفتوحة على الجهاز، هنلاقي برضو الايكون اتغيرت هنا. وبرضو لو جينا عملنا ديليت للابليكيشن نفسه، نيجي ناخده كده ونعمل له ريموف او ان انستول، هيظهر الايكون برضو في المنطقه دي، اكتر من مكان بتظهر الايكون.
فده كان سامبل سوليوشن عشان انت بتضطر تمسك الايكون وتقطعها لاكتر من مقاس، وده هيكون متعب ليك. لكن لما تمرر الصورة بالطريقة ديت وتنفذ الامر على فلاتر ايكونز من داخل السكشن باستخدام نفس الحزمة في التيرمينال، على طول هتخش مثلا على الاندرويد اب اس ار سي مين ار اس او ريس او ريسورس. بص هنا بنشوف الايكون الجديدة نزلت معانا بكل بساطة في كل مكان بدون ما انت تتعب ولا تاخد وقت في الامر ده. شكرا لكم، ونتقابل ان شاء الله في دروس الداتابيز، ونبدأ مع اول حاجة اللي هي SQLite. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، ونشوفكم على خير.